وأحياناً دكتور نحن عنا صور كمان لمضار التدخين. طيب إحنا بنبدأ طبعاً نتكلم عن أضرار التدخين. أضرار التدخين ده دافع أساسي لو سمحت عايزين نركز فيها. أولاً لو نتكلم هنا عن التجاعيد اللي حوالين العين وبيخلي الإنسان يبان أكبر سناً في سن مبكرة عن غيره من غير المدخن يعني. التجاعيد والهالات دي تجاعيد الجلد وذلك لأن التدخين بيعمل تكسير للكولاجين والإلاستين الموجود تحت الجلد وهو مهم قوي لعملية بناء الجلد. أوكي. الكلام ده بنتكلم بشكل عام على أمراض الجلد وبالتالي يسبب أيضا سرطان في الجلد. طيب احنا هنا في الصورة دي قدامنا التجاعيد حوالين الفم وأظن ده يهم المرأة جدا صح. ان هي يعني يكون يا رب يكون ده دافع من الدوافع مثلا لو واحدة عايزة تبطل. إضافة في حاجات تانية هنقولها عن المرأة دي التهابات الأسنان والهالات الصفراء والتهابات اللثة. بالإضافة إن ممكن لو اتكلمنا برضو عن تشققات اللسان والتهابات الجهاز التنفسي العلوي بجميع محتوياته سواء كان اللي عندهم التهابات في الجهاز التنفسي الجيوب الأنفية انحناء في الحاجز الأنفي الناس اللي ممكن بعد كده يصيب الرئة ويصيب التهابات الرئوية. ومن الحاجات اللي بيعملها برضو التدخين ان هو بيكسر الاهداب اللي هي المحيطة بالجهاز التنفسي بدءا من الانف والفم وحتى الشعيرات الهوائية. الاهداب دي هي المسؤولة عن طرد الميكروبات والاماكن والاجساد والاجسام الغريبه الموجوده جوه الرئه. مسؤول برضو الاهداب عن طرد الافرازات الموجوده المخاطيه وبالتالي يقدر يطلعها عكس المدخن ما يقدرش انه يطلعها. الاضافه لحاجه بقى مهمه جدا ربنا يعافي كل المشاهدين واسف ان انا شديد النهارده في الحلقه سبب رئيسي من اسباب السرطان طبعا بيبدا بسرطان الفم سرطان الحلق سرطان البلعوم سرطان المريء سرطان الرئة وهو الأكثر شيوعا وانتشارا سرطان البروستاتا سرطان البنكرياس سرطان الكلى. والأسوأ برضو وأتمنى يكون ده دافع كويس جدا للسيدات في مصر سبب من أسباب سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم كمان من أسبابه وبيأثر كمان على العلاقة الحميمة طبعا وعلى الأداء الطبيعي والحميم بين الزوجين على المدى البعيد. التدخين ليه عامل أساسي مباشر وغير مباشر. المباشر إنه هو بيقلل الدم اللي رايح الأعضاء التناسلية فبالتالي يضعف من الانتصاب يضعف من القدرة الجنسية وليه تأثير تاني هرموني لأنه هو بيقلل هرمون الغدة الدرقية بيقلل هرمون التستوستيرون بيقلل هرمون الأنوثة عند السيدات وبالتالي قد يكون سبب من أسباب العقم. طيب دكتور من الحلول كمان اللي نوجدت هلأ بالأسواق بتساعد على توقيف التدخين هي السيجارة الإلكترونية. تمام. الأراء كتير اختلفت حولها في أشخاص معه في أشخاص ضد. في أشخاص أنا بعرفهم شخصيا قدروا يوقفوا التدخين بمجرد أنه نعتمدوا عليها. هل هي صحية؟ هي صحية لأن الجمعية المصرية الأمريكية وصت بيها بالسيجارة الإلكترونية وصت برضو بالحاجات التانية اللي بنسميها نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي وهي حاجات بتعوض الإنسان المدمن اللي اعتمد على النيكوتين بقاله فترة وسنين بياخد النيكوتين فبالتالي أنا صعب قوي إن أنا أقول له بمنتهى البساطة لو سمحت بطل فأديله حاجات منها السيجار منها اللبان منها السبري. أوكي هيدي في إلها كمان الدواء بينحط كل ما بيخفف فيه نيكوتين هيدا فيه نيكوتين صح؟ فيه نيكوتين وفيه نوع آخر ليس فيه نيكوتين هي بالفترة الأولى نيكوتين وبترجع ببلش يخففها الواحد تدريجيا. جربت تستعين بهيدي؟ لا بصراحة. ليه؟ ما يعني بتعرف عنها أول مرة بتسمع فيها؟ لا أنا شفتها مع ناس قبل كده بس مجربتهاش يعني فقد الأمل على الآخر حتى ما في محاولة أو تحضير لها لا هيخرج من الحلقة النهاردة أنا هسأله إيه الدافع وهنحاول نحط إيدينا لا أنا مش هسيبها يا لأنه وقتنا صار خالص إذا بدك تعطي نصيحة طيب إيه الدافع اللي ممكن يخليك تبطل السجاير؟ أنا بقول لحضرتك أولادك؟ صحتك؟ الجانب الاقتصادي؟ الصحة الاقتصادي طيب تيجي النهارده تحط ايديا في ايديك كده ونقول نبطل السجاير من النهارده وانا هساعدك بالجزء الطبي اللي احنا نعوض بيه النيكوتين اللي في جسمك. شو بدك كيف تساعد؟ في عندنا اللبان في نيكوتين موجود في الصيدليات على شكل لبان في على شكل سبري في اللي هي السيجاره الالكترونيه.
الحاجات ثلاث حاجات دول ممكن يعوضوا. بالإضافة إن لازم يكون برضو الدافع من جواك تستحمل الأعراض اللي ممكن تحصل نتيجة إنك أنت توقفه، زي التوتر، زي الصداع، الزغللة. ممكن نستعيد ببعض المسكنات الأمينة زي بعض الأدوية الأمينة. برضو مهمة قوي إنك أنت تخلي اللي حواليك يساعدوك، زي ما زي ما قلت في أول الحلقة، خلي اللي حواليك، ما حدش يدخن قدامك، ما حدش يديك سيجارة، ما حدش يخليك تضعف قدام السيجارة. برضو لو هنبعد عن المشاكل أو العصبية اللي ممكن تخلينا نضعف قدام السيجارة. نعم، ان شاء الله يكون اقتنع خالد. على كل حال معي الدكتور حمزه بفتكر رح تتخطى هذه المرحله، مجرد انه الاراده تكون موجوده، التسهيلات كمان من عند الله. انا بقول لحضرتك ما بقدرش اطلع السلم دورين. ايه اكيد اكيد اثار هو طبعا من الحاجات اللي احنا يعني حابب اتكلم فيها عجاله عشان الوقت، زي ما حضرتك قلتي بيسبب بعض امراض القلب والصدر، منها تصلب الشرايين، منها السكتات الدماغيه وجلطات القلب، منها السد الرئويه المزمنه، التهابات الرئه، التهابات المزمنه في الجهاز التنفسي العلوي. نعم. ده جزء سريع كده حابب عشان يبقى دافع للناس، انا حافظ عشان صحتي، عشان اولادي، عشان الجانب الاقتصادي، عشان الجانب النفسي. اللي بعد لهلا ما اقتنع باللي نحن عم نقوله بدنا دايما تتابعونا بالفقره الثانيه، لانه رح بتشوفوا أوكي. التطبيقات لايف على الهواء كيف رح بتكون، وبالفعل شو الاثار السلبيه للتدخين. بدي اتشكرك مستر خالد، اهلا وسهلا.